افيك بليزير راني نجي. انا حبيت الفكره لان السيد عبدو عيط لي مدير المهرجانات الفنان ديالنا الفكاهي اللي معروف، راه عيط لي قال لي تجي باش تشارك الفرحه مع الناس عندهم العرس ديالهم. واحد السيد اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه عنده عرس، قال لي احنا كاع لي زارتيست كاملين راهم غادي يكونوا باش يشاركوا مع الناس الفرحه. انا حبيت هذه الفكره هذه وخليت يعني شغالاتي خليت هذا باش نجي نشارك الفرحه ونتقاسموا هذه اللمه هذه ونفرحوا مع بعضنا. وبمناسبه تنقول لجميع المغاربه ولجميع المسلمين يا ربي ترفع علينا هذا الوباء هذا، وعواشركم مبروكه ونتمنوا الخير ان شاء الله. انا كنت غابر لانني اش غادي نقول لكم، المقبره ديال الفنان هي الكباريات. انا ضربت واحد المده طويله في الكباريات، من بعد السيد عبدو ولات يعيط لي باش نخدم مع مهرجانات في جديده في مراكش في هذا. وبشويه بشويه دابا انا غادي ندير واحد اغنيه اللي من الكلمات ديالو من الفكره ديالو مناصفه معاه في الكلمات، وان شاء الله غادي تكون هذه هي الاستفاقه الحقيقيه. لانني كما تنعرفوا جميع لانني احنا كاع المغنيين يكونوا في الملاهي الليليه، ما نقولوش المهم ملاهي الليليه بين قوسين، وكنحيوا حفلات وكان ولكن ما باينينش بزاف. جات كورونا، بمناسبه جات كورونا وراني كنت ديجا صورت مع الصحافي واحد هضرت على المشكل اللي وقعوا فيه الموسيقيين في كورونا، لان الوزاره ضرقات عين وجهها. وحنا كاع كاملين وهاد المناسبه هذه تنقول كما راه الاخ عارف انني كان عندي واحد يعني انا بصيفتي انا غنهضر على جميع الموسيقيين، بغيت نقول وزاره الثقافه بركه من التهميش ديال الفنان، لان الفنان راه به هو اللي كيفرح بزاف ديال الناس، به هو نتوما باش خدامين. يعني ما فيها باس يكون فنان ما خدامش في هذه القيشه تاع كورونا، غادي دير واحد الاحصاء جميع الفنانين اللي كاينين في المغرب. انا ما كنقول مع الاحصاء ما غاديش يكون 3000، ما غاديش يكونوا 40000 ولا يكونوا 30000، ما غاديش يوصل هذا الرقم هذا. هاد الفنانه هادو دير لهم واحد التفاته وعوضوهم واخر ولو غير واحد شويه غير باش يحسوا براسهم راهما يا عندهم واحد الدور، ماشي نتوما كما نقولوا بين قوسين صمكتوها عليهم حشومه. حسينا بالاقصاء لدرجه ديال كاين اللي انتحر، كاين اللي باع الحوايج ديالو، كاين اللي طلق مرسو، كاين اللي بزاف ديال المشاكل وقعت. بالنسبه لي انا راني خرجت نبيع ونشري، راه هو كان حاضر وعارف كل شيء، وقلت ما نبقاش مريح لانني انا حطيت فلوس باش نسجل اغنيه وندير فيديو كليب. ما كانش على بالي انا كورونا غادي تطول، وليت انا حاط فلوس مشات لي الفلوس وبقيت معلق. ما انا كملت بروجي ديالي، ما انا رجعت لخدمتي. انا تنقول لهم غير تلقونا نخدموا، حنا نديروا الكمامه، حنا ما عندناش مشكل، ها الكمامه نديروها ماشي مشكل، نديروها ونديروا الاجراءات ديالنا ونديروا كل شيء، ولكن رجعوا نخدموا. ما يمكنش لكم انتوما تقصيونا، ما يمكنش لكم انتوما تعمروا الطوبيسات وتعمروا بزاف السواق عامرين، ها الطوبيس عامر، ها الترموي عامر، ها الكيران عامرين، وتجيو حتى الملهى الليلي وتسدوه. لا محشومه. انا ما كنهضرش على راسي، كنهضر على جميع. كاينين اللي فنانه تبارك الله اللي ضاربين 30 عام في الدومين ما عندهمش والو، محشومه. انا صحابي ولا غنينا في مهرجانات، في اعياد العرش، في يوم العالمي للموسيقى، يوم العالمي للمراه، جميع الايام العالميه، جميع الاعياد، ونجيو حتى الكورونا وتخليونا هكا؟ لا سمحوا لينا، حنا ما عطيتهم حتى شي. علاش الموسيقي كيفرح واحد الفئه كبيره، والموسيقي عنده واحد الدور كبير، وتجيو حتى الكورونا وتحبسوه وما تعطيوش رزقو؟ لا حشومه. دابا الحمد لله راني بدينا كنحسوا بواحد البوادر، ولكن غير يعطيونا واحد الامل ويعطيونا واحد القيمه، عطيونا قيمه. ما بقاتش فلوس ولا لا، ولا ما تعطيوناش كاع الفلوس شدوها عندكم، ولكن رجعونا نخدموا. راه حنا راه كان عندك الفلوس اللي كنشدها انا راني تنصرف بها
هنا وكنصرف بها هنا وكنصرف بها هنا. حتى الدراري اللي كيخدموا معايا مثلا اللي كيخدموا معايا راه هما كيخدموا معايا تنخلصهم. حتى هو واحد كيشد فلوس راه كيدير بها هذا، كيشري بها ماكله، كيشري بها لولدو الحليب، كيشري بها لبنتو. انت ولا راه ما يمكنش، راه الناس باعوا حوايجهم عباد الله. ها الوزاره الله يرحم لكم الوالدين، ها ديروا معنا شي حل. راه حشومه، راه ما يمكنش تحبسونا وتقولوا لا ستوب نتوما العرق على من الملاهي اللي ليا. بلاد ما يدير الاجراءات ديالو ديال الكورونا ويخدم، اشنو فيها؟ علاش حنايا نتقصاو؟ علاش حنا فنانا نتقصاو؟ علاش ما تعطيوناش التعويضات؟ علاش؟ علاش ما جاوبوناش؟ ما كيعطيوكش واحد لا؟ علاش حنا فنانا كنخدموا في ملاهي الليليه، والملهي الليلي راه هو المدرسه ديال الفنان. المخير هنا اللي كيستار ولا اللي معروف، ما نقولوش نقولوا اللي معروفين اللي مشهورين ماشي فنان. هادوك راه تما دازوا اغلبيه 99 فاصلة راه دازت من الملهى الليلي. علاش نتوما تقصيو الملهى الليلي تسدوه؟ علاش؟ اشنو دار لكم اجراءات كورونا؟ نديروها، نديروا اجراءات ديال كورونا والتباعد وكل شيء ونخدموا، حنا نساليو حنا ماشي حنا مريحين وانتوما ما كاينش اجوبه، ما كتجاوبناش الوزاره. جميع الاتحادات، جميع النقابات كيراسلوهم وبلاتي واخا دابا هاد دابا هاد دابا هاد. ولكن اللي عنده ولادو واللي عنده مرتو واللي عنده عائلته اش يوكلها؟ راه الاغلبيه الناس راه كاين اللي حماق، كاين اللي طلق، كاين اللي باع الحوايج ديالو. هاد الشيء هذا راه ماشي معقول. انا ما كنهضرش بصيفتي ولا انا باغي ندخل الصحافه باش نقول هاد الهضره وندير بالبال، لا انا كنهضر بالنيابة على جميع الموسيقيين. انا كمتضرر كنهضر على حقي وتنقول للوزارة ديال الثقافة ما عطاتنا لا ريال لا زوج. وكنقول من هذا المنبر هذا الله يرحم الوالدين الى ما التفتوا واحد التفاتة في هذه العواشر هذو لهذوك الموسيقيين اللي متضرين، مع العلم ان الموسيقيين المغنيين والموسيقيين واللي دافعين البروجي ديالهم واللي هذا هما اللي عطاوهم الفلوس وعوضوا فداك. لا هذاك الفلوس اللي كنتوما كتخسروها بزاف على هذوك الناس، شدوها غير ديروا لها قسمه غادي تعوضوا كاع جميع الموسيقيين. ما حنا مليون، ما حنا زوج، حنا غير واحد الفئه اللي هي قليله بالنسبه ل 40 مليون ناس اللي كاينه في المغرب. راه حنا ما فايتينش حتى شادي، نقول لك 15000 كاع ديال راه غادي نقدروا نعوضوا. من هذا المنبر كنشكركم بزاف لانكم بكم انتم باش حنا كنوصلوا الصوت ديالنا، وبكم انتم باش حنا كنقولوا داكشي اللي مضرين به. وكما تنقولوا نعاودها ونقعد ديما نعاودها، الوزاره والناس اللي مكلفين بالموسيقى واللي صارين على هذه ما تقصيوش هاد الفئه هادي وتهلاو فيها. راه لحقاش حنا هما اللي كنوصلوا الرسائل ديالنا وصوتنا للجمهور وكنفرحوا الناس. كما انني مشارك في هذا العرس الخيري، راه الناس بزاف ديال الفنانه مشاركين في هذا العرس الخيري وفرحانين. حنا جايين هنا فرحانين، رغم حنا ما عندناش فلوس ولكن جايين فرحانين ومكلفين مع راسنا باش نجيو نفرحوا هاد الناس. والله ينصر سيدنا يا ربي تعطيه الصحه والعافيه وديما مغرب، هذا هو اللي كاين.